فهمتي بحال غنمشي انا للبحر ونقول لك انا غنجري وصورني ياك بحال هكا فهمتي. وصاب دربتنا كوميونيتي ولا تيباب فيديو جديد. اوكي سو اوكي ما تدوش على هادي راه ما طاري والو. اوكي بحال ما كايناش فهمتي بحال ما كايناش نساو هادو غير نساو ما علاش نساو. اليوم كيما كتشوف هاد الفيديو مسخلي واحد لايك تحط صوره الكومنت اي دغيا بديت ليكم ويت اليوم معنا دسولي سعد وليلى حالي الانفورماسيون بعدا هاد حالي هذا هو الفيرست تراك كليب سولو ديال دسولي سعد يعني اول تراك سولو ديالو كليب حيت كان دار واحد تراك ديو كليب با اكس 7 كيلو اول تراك سولو كليب فلاشين ديالو. دونك اليوم غادي نشوفو الميكساج البرود غادي نشوفو هادشي واش زوين ولا لا ومن بعد في الاخر تترك على 10. الانستغرام ديالي هو هذا والشين ديالي الثاني اللي غتولي خدامه اكتيف بزاف في رمضان حيت رمضان ما غيكونوش تراكات دونك غادي نبدا ندير رياكشن على ترولز وكذا. الشين الثانيه ديالي راه هي دخلوا كاين واحد الفيديو تما تفرجوا اللي عجبكم هو هذا. اوكي سو باش ما نطولش عليكم ندوزو دغيا نتفرجوا خويا انا بغيت نتفرج و كنا بين اللوح والبح في فيديو المينيرفا ولكن خسر لي مشكل. اوكي ويت هاد الانترو بعدا دارو في انستغرام ديالو صافي كان بان الله الا كان بان بحال شي واحد شي مكار ولا شي شي كنحملش نبقى ندير بحال هاد الفاصمات ونشرب الدوايات كيجيني بيزار ديكولاس. المهم هاد الانترو كان دارو في انستغرام كملو بيان الصوت اجي نزيد الصوت صبر فيها كثر الهضره اليوم ياك ولكن الصوت راه شحال هذا ما دويت في شي فيديو عطي راه تحشت اخويا ندوي قدام الكاميرا يا المعلومه اللي عندي او ماي جاد اخونا بعدا كنشوف ستوريات احيدتي نما صافي برزطي لي والله الا برزطي وانا واعر في البيانو كنشوف ستوريات اخويا واعر اللي يكون في البيانو. البلان اللي في راسي هو ما غاديش يكون بزاف حيت شفت ستوري ديال السولي ما الهضره ما كثيراش يعني الكوبلي قلال شنو اخر خدمت داك السيل ديال الويكاند الصاد داك الشيء ديال الميلودي هادشي كيعجبني هادشي حماس دو ويكاند السيل ديال دو ويكاند ما تقولش ليا ما كنمش على الهضره البرو دو ويكاند الصاد Oh my god, the prod! Yeah! Dwi. Yeah! Wabaw, le karhu gabina, rabhu gabina. Le prod, sma wahed, le prod ki daira. Khoi le prod. Sma dik. صلوبيد وكاو ولا فرحو كاع ما نشرحو راسنا حيت راسكم فيد ترى مطايفين غير مع حياتنا وانتم راه كاين بنادم يا العبيد ترى غير حنا اللي مخاطرين بحياتنا وانتك صحاب لك الفيزا تعطيك اللي في الليل كنعاني طافي الضم وسياني مي ولا غاني وعلاش يا حالي خليتي رخيص ومشيتي جبعتي الغالي. دابا الحاجة اللي زوينة هو الصوت اللي كيمشي مع دسولي سعد ما ديش هاد دسولي سعد بلوتوتيون الصوت ديالو ما كي دسولي ما كيجيش معاك بلوتوتيون اشوف باش نقولها لك انا يعني كيجيني دسولي سعد بحال ما ماشي ما كيجيش معاه بلوتوتيون ولكن نورمالمون هاد بلوتوتيون هاد السيل ديال بلوتوتيون اللي داير دابا ما كيجيش معاه فهمتي خاص هاد السيل هذا اللي بيخدم هو خاص شي واحد اللي اوريدي يكون عنده الصوت زوين فهمتي بحالي انا بحالي انا فهمتي يا ولكن الصوت راه غني بصح نورمالمون سمع ترخص ومشيتي جبعتي الغالي هكا الصوت اللي كيمشي مع هاد السوري سهل كيفاش داير ها هو وما تقولش لي السوري سهل اللي كيدير هاد الصوت راه ما يمكنش اكس 7 كي راه نقول لك ولكن نسولي لا هذا راه المعقول دونك نورمالمون تسولي يعني تقدر تخدم بحال هكا فهمتي بهاد هاد لي ميلودي ولا لاد ليبس وكذا ولكن الصوت ديالك ما ديرش ليه الاوتوتين حيتاش ما كيجيش معاه اسفك
بغيت نفهم انا علاش معطل علينا هذا التراك، علاش معطل علينا هذا التراك؟ نورمالمون هذا التراك جرتي فيه دابا درتي فيه تقريبا كوبليه وحدك، كوبليه نص كوبليه شحال لي بارز 8 10 لي بارز، واحد الرفران فين نانانا في دقيقه بوحدو في دقيقه ولا دقيقه ونص. ولكن ويت الكليب يعني فهمتي ماشي كليب اللي مخدوم، يعني فهمتي بحال مشيت انا للبحر ونقول لك انا غنجري وصورني ياك بحال هكا فهمتي، واحد عاوتاني واحد البارت 3 دقائق عاوتاني واحد اخر حدا شي رونبا ولا حبات البلاصه باش كيصور دابا فهمتي البلان. دونك الكليب شحال كاع ياخذ الا تعطلت عطل المونتاج الكليب البرود ايزي ايزي مع بي بي اف ستوديو حتى حاجه ما تخصك البرود الميكساج داكشي في 24 ساعه يبين لك البلان شي باينه من لك لاشا ديال الاكس 7 كيرا 21 طش يبين لك بي بي اف ستوديو خدمتها كيفاش دايره. واو في الليل كنعاني طافي الضم يلا حسب لي سهله واحد قرب بغيت نقول ولا ما ينادش هذا فري ستايل تاني مي ولا غاني وعلاش يا حالي خليتي رخيص ومشيتي جبعتي الغالي الرفران اصفاق حواب في الليل كنعاني طافي الضم وتاني مي ولا غاني وعلاش يا حالي خليتي رخيص ومشيتي جبعتي الغالي في الليل كنعاني طافي الضم وسياني مي ولا غاني وعلاش يا حالي خليتي رخيص ومشيتي جبعتي الغالي مبلانس في الليل كنعاني طافي الضم وسياني مي ولا غاني مبلانس قلت زعما نورمالمون غتكون فيه شويه بعدا واحد 20 بارز 20 بارز هي نقول الماكسيموم صات اطول حاجه انا هي الريفرنس صافي الريفرن هو اللي هو اللي كثير انه المهم طرق قريب يب متفقين ولكن كيمزك بدا هو كيمزك راه بالروج ولا كيمزك راه ما مخدوم شي خدمه باش نتفقوا كاول خدمه نورمالمون نقبلها تقبل فهمتي البيبليك غيقبلها ولكن السطرة ديجا كليبات احسن من هادو بوب غادير هسه بلاتي شكون دار الكليب شكون دار الكليب هذا باي اديتيد ارتستيك ارت وورك كومبوزيت بروديوسد خويا فين هي دايركتد باي ما عرفت اخويا والله الا ما عرفت فين هي واش والله ما عرفت المهم يعني البوينت ديالي راه تفهمات يعني انه البلان ما مخدومش شي خدمه بيت نعطيها انا شحال غادي نعطيها نعطي 6 ونص على 10 فين مشات هاد 6 ونص 6 ونص كاينه في الرفران الرفران كيمزك ابار ديك فينك يا غالي مع صوت دابا صوت السولي غليظ انت صوت السولي شويه حرش وجمع داك الرفران فينك يا غالي ولكن اهم الحاجه الزوينه في هذيك هي داك الادليبس اللي غادي معاه داك الادليبس فهمتي ديال الناس ما عرفتش واش ميكسد باي خويا ما عرفتش والله ما عرفت ولكن داك خونا صوت واش نيت تسولي ولا داك الصوت الله اعلم ولكن كان هو راه اصفاك تسولي خدم باكاك ديما البرود اصفاك شحال واعره البرود اصفاك شحال واعره الدخله هي اللي عجبتني از فاك شاد الدخله شحال واعره هادشي اللي كان دونك ما بغيتش نطول عليكم بغيت ندير لكم شويه فيديو يكون قليل كثرت الهضره اكثر من الرياكشن حيت اصلا الفيديو كان قليل الديسك فيه جوج دقائق ثلاث دقائق الدخله كامله ولا حتى امتى امتى بدا ود امتى هو بدا يا هو بدا 3 دقيقه 58 ثانيه يلا قال لك يا ندير بلان دونك الديسك قليل ايزي ماشي مشكل هير هو يا ربي ما يخسرش ليا الصوت يا ربي كندير داك الشيء دونك صافي هادشي اللي كاين الانستغرام ديالي كما قلت لكم ها هو الشان ديال الثاني تيباك بريم اصفاك غيبداو شي فيديوهات عربانين هاد تسناو المهم كتلقاو الشان هنايا في الديسكريبشن
ولا كتبوا تي باك بري ما عرفتش تدخل تخرج لكم ولا لا. دونك تانك يو سو ماتش فور السبورت ديالكم. ونبقى لا نقول لكم كان معكم يوسف ولا تي باك. تخليوا واحد ديك سبسكرايب الحمراء ولا صابون الحمراء ردوها قريه. نبقى لكم بيس.